بنت، بنت مثل البدر. مبروك على اهلها، مليح اللي هي بنت، لو انها ولد كان يشرمحوا علينا مثل ما قال المثل، يا ولد الخال من ولد الاخت. عثرتم على الحرمه يا عزام؟ لا بالله يا طويل العمر، يجوز انها عودت لديرتكم يا هذان. لله، ما ظن انها دلت ديره لحالها. لا يكون لك فكر يا هذان، حنا ندور وعسى الله يصدفنا اياها. ان شاء الله يا طويل العمر. علامكم، اشوفكم قاعدين ولا عندكم ولا عند بالكم. هذا الامر امر رجال يا مصايل، خليك بعيد عنه، حنا نعرف نداوي الجرح ونعرف شلون نقطبه. من سراح، من سراح، والعوض بيكم جميع. توكل على الله يمه، اللي ببالك ببال الجميع. لا ياكلنكم عيون رجال يا ولدي يا صايل. كل شيء محسوب حسابه يمه، على البال على البال يمه. الحمد لله صرنا من هلا الحلال، نعرف الخضيض بعد ما نسيناه. الله سبحانه وتعالى هيبة ما خلق شيء ونساه، بعد ما قربنا للضياع الله ارسل لنا ولد الحلال اللي نشلنا من ضيقتنا اللي كنا حنا بيها. خذ يا ابوي اشرب. انا اشهد الله ياجر ووسعها بين يديه، يسق الله هذاك اليوم اللي ارد بيه جميله. ما ظنيت انك تصادفه هيبة. الحمد لله، كان لنا نصيب بشوفته نشوفه يا الهنوف، ونرد له جميله اللي ما ينتسى. انا وشو ذنبي يا عرب؟ يا ناس طلق سبيلي ولا ذبحوني. يا حرمه سكتي اسكتي، هو حد ذابحش ولا معتدي عليك؟ زين، لا عاد ليه ما تطلق سبيلي؟ الحين يصير زوجتش بدينا، نطلق سبيلك، ما حد يمنعك. ترهنوني هالرجال، ما تندرى وين هي علومه؟ عاد هذا اللي جاتش. توكل على الله يا هذال ولا تهك الهم، بإذن الله غير يرتاح بالك. بوجود الله وجودك يا طويل العمر. عز الله قلبي يقول لي لزوم اتطمن ما دمت دخيل الشيخ ماجد. مرعى اخوي، ولم ركوبتك وروح لعرب خليف، تقول لهم ارسلني ماجد، اقول لكم انه دخيله نايخلكم بالحق ان ظهر عليه، وانه مستعد يقعد عند القاضي اللي تختاروا. زين زين، الله معك. وليه ماجد يقبل الدخيل؟ يمه ماجد ما يدري انه ذباح منسي. هذا هو عرف، ليه بعده عنده؟ يا يمه ثقيله عليه يطرد دخيله. انت تدافع عنه؟ لزومه قال لدخيله اعذرني وشوف لك عرب ثاني يدخل عليها، هذول نسايبي. وبعدين يمه هذا الشيء يعود لماجد، اتركيني بحالي. الحمد لله من زاد اهلي تعشيت، والمكتفي ما يقرب الزاد شيله، ينم حل الدنياي بالحال دنيت، ونلاح لي برقن بسماكم نجيله.
هذا هو جواب ماجد؟ وبعده للحين ما رحل دخيله؟ شلون يرحل دخيله يا ابو صايل؟ اسمع يا مرعي، الغيظ والرضا بينه وبين ماجد انه يرحل دخيله. وش الجواب اللي اسمعه هذا يا ابو صايل؟ حنا نطرد دخيلنا؟ وش تقول العربان علينا لو طردنا دخيلنا؟ يا مرعي، دخيلكم ذبح اخوي منسي. مذبحه يا صايل. وتدافع عنه بعد؟ ايه ادافع عنه. ودي اجيبه غصبا عن خشمك وخشم ماجد. بعيدة عن شواربك. مكون صايل، ان ما جبته من عربكم مثل ما جبت بيته ومرته. جرب وانت تشوف. يا مرعي، خبر ماجد ان جاه بنية. مبروكة والحمد لله على السلامة. لا تعبت يا اخوي. لا ندمت. علم. علومها بيها طال عمرك. عسى ما شيء. قلت لهم الدخيل ما يخلكم بالحق عند القاضي اللي تختاروه. وردوا علي الجواب مرتين ثانية. وش جوابهم؟ يريدون الدخيل ما يظل بعربنا، وبخاطرهم يخطفوه من بيننا. هذا مقالهم؟ قلت لهم جربوا وشوفوا. زين زين. يا صايل، اللي يريد ياخذ حقه ياخذه من غير ما يزعل الناس. العباطه ما تجيب فود. توجعتي لجل مرعي؟ مرعي اخو زوجي يا صايل، وما يصير تزعله. وكل شيء بالهدوء يكون ازين. يا بروق، لا تدافعين عرب ماجد، اللوم كله يقع عليهم. بعون الله بعون الله، غير اجيب الدخيل غصب عن شواربهم. اللي ما يبخن الصقر يشويه. انت غشيم بماجد؟ ماجد فارس يا صايل، فارس وساحته ما تنداس. لكن ما لك غير تحكم العقل أخير من غلاطته. انت تهوبيني من ماجد؟ وش اللي اسمعه يا بنت؟ يا يمه، ما اريد يصير زعل بين عربنا وعرب ماجد. ماجد لونيته الرضا، كان ما قبل دخالة الرجال اللي ذبح اخوه منسي. وماجد وش يدريه؟ دخيل نصاه، ما يطلع بده يطرده. اسمع يا بروق، امر مثل هذا مالك دخل بيه، تسمعي؟ هذه ثاني مره وصيت شبروك لا تدخلي بالامر هذا ابد، فهمتي؟ الشر مو مكسب يا الربع، الله يلعن الشر وساعته. الله يخونا لموازاه. صدقت يا طويل العمر، لكن عاد وش تقول باللي يبلاك ويحق احضرك؟ صدقت يا عزام، لكن أنا دوم مع الخير. إن كان يريدوا ياخذوا الدخيل بالقوة مثل ما يقول مرعي، حينها ما بعد الظنك جميل. لكن كان قدرنا ندفعهم بالزينة، أضح إن كسبنا بياضها. يا طويل العمر، أترجاك ومريدك تفشلني. خير يا هذال. يا طويل العمر، أريدك ترخص لي بعد عن عربك. لجده جنبك أمر، أنت بعيد عنه. لا 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 يا هذال، وش هالهرجة اللي أسمعه؟ ها؟ يا ليتني ما سمعت هالكلام منك. من يرضاه علي إن أرفع يدي عن حمايتك؟ ها؟ بخاطرك يا هذال يقوله إن ماجد رفع يده عن حماية دخيله وهربه؟ انت ترضاها؟ بيك البركه يا طويل العمر. توكل على الله يا هذال. لعاد اريدك ترخص لي ابحث عن حرمتي اللي ما ادري وين صارت. يا هذال، امرتك بعرب خليف. تقول بعرب خليف؟ يا طويل العمر، انا بالله وبيك اتعود لحرمتي. عين خير يا هذال، عين خير. حرمتك عند جواد، بعون الله ما يصيبها شيء ولا تشوف مكروه. بعون الله غير تشوفها عن قريب. بهمت الله وهمتك يا طويل العمر.
أقول يا نجمة، الحرمة اللي من حالها بالبيت حرمة الرجال اللي ذبح منسي. علامها الحرمة ما لها ذنب اللي صار، الزوم تزوريها وتزوديها بالطعام. شلون أودي لها زاد وزوجها اللي ذبح ولدي يا خلق الله؟ يا يمه مثل ما قال أبوي، الحرمة ما لها ذنب، شلون أقدر أواجهها؟ شلون؟ البل على حاجتها صبارة، ما يروح حق وراهم طالب. القول قولا طيب، كان صدقنا بيه. الأيام شواهد يا نجمة، توكلي على الله. أقولك اطلقوني اطلقوني، وين ماجد؟ وش الصوت؟ مالك عند ماجد شيء؟ ماجد وين ماجد؟ يا رجل وش بلاكن؟ اتركوني. وش فيه؟ وش فيه؟ قحم البيت ودي اشوفك. علامك، وش تريد يا صايل؟ يا تطرد الدخيل من عندك يا تسلمني اياه. وش اللي اسمعه يا ولد؟ اللي سمعته يا ماجد. اسمع يا صايل، كلمه ما غيرها، يا تعود من هان يا تموت برضك. هذا هو جوابك؟ وما غيره عندي جواب. وهانت عليك حياه منسي يا ماجد؟ حياه منسي ما تهون علي، لكن حمايه دخيلي راجحه بميزانها. زين زين يا ماجد. صايل، خذ سلاحك، احترس تعاود هان غير ضيف، انت تسمع؟ راقبوه الين يطلع من الديره. على امرك. بالك عمك هذال يعود للديره يا الهنوف. ما يسير العبد غير خالقه يوبا، يا من درى وش يعلومه عمي الحين. العالم الله وين وجه يا بنيتي، وكاد القله لحقته، الله يقطع القله والحاجه اللي تبعد الناس عن بعضها. يوبا انت نسيت تقول لي شيء. وش هو يوبا؟ اللي حنا بيه خلى الناس ما تغالي بعضها. عليش جبتيها يا الهنوف؟ ظنيتك تعرفها. على كل حال صار اللي صار، كل من هو عرف طريقه. إيه بالله يوبا، لو لمريته لعبة براسه ولا كنا الحين عايشين مع بعض بمراح واحد مثل ما كنا زمان. خل نصل على شويهات أشوفهم. يمه أريد أوجه على بيتي، صار لي مدة عنه. مدري شلون ودي يهدال جبال وعيون تشوف دباخ وتشبيت تشبروك. هذا اللي أنا أفكر بيه، شي حير والله. أشوف فليح ما جاب الذلول. الحين يعود بي ويوازن شتاده. هذا جواب ماجد لك. أيوبا، الصحيح من حقه انه يحمي دخيله، لكن زعلنا عليه انه يقبل دخالته. واللي زاد الوجع مرار يوبا تهديده الي بالموت انعتل عربه، لكن انا صايل وهو ماجد. عين خير يا ولدي، عين خير. الايام جايه وهي الفواصل بيننا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا طويل العمر؟ لفان شلاش ويقول يا طويل العمر يريدك بالحال. اي اقعد اقعد يا عزام. خير يا طويل العمر. اسمع يا عزام، تزم انت وشلاش لعرب خليف لجل حرمته الدخيل وبيته، وتقول لابو صايل نسيبك ماجد بخاطره حرمته الدخيل وبيته يكونوا بجواره هالليله، وانتم هناك تقولوا لعمتكم بروق تلفي على بيتها. اللي تريده يا طويل العمر. يلا وديعكم الله. الحين ما يجينا زوجها نطلق صراحة. لا يا ولدي يا صايل، هذه حرمة والحرمة ما عليها مراجل. أنا رأي نطلق سبيلها وين ما راحت تروح. يما يا صايل، وجودها وعدمه واحد، ما يحبي لنا خاطر. أنا كله هذا أعماد ماجد والدداقرو وفت مرارته. يا صايل، السمعة بين العربان إنك أنت الماين والطايل، وأنا ماني رأي. وش اللي تقوله يوبا؟ أنا كل شيء أقوم به أعرف إنك موافقين عليه. إن كان لي رأي، وجود الحرمة عندنا هالناس تفسرها مر ثاني. يا صايل،
راي ابوك هو صحيح يا ولدي. يبا اذا ماجد تدخل بهذا الامر وده في تشبده لاجل موافقته على دخالة هذال. صير خير يا ولدي، صير خير. يا ذكر الله عليك يبا، يا ذكر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا بعد شبدي. يا بروك، وش بخاطرك نسميها؟ هذه بنتك، وانت حر بالاسم اللي تختاره لها. علامك يا بروق، شوف خاطرك من يمي، ما هي مثل ما خبرتها. وانت تعرف وش هو سببها. يا بروق، الموت حق علينا جميع، والكل شيء سبب بهالحياة، وهذا اللي الله قدره لأخوك منسي. صحيح، لكن اللي سبب الموت لأخوي يرعى بربوعنا وينام بنزولنا وتغمض له هالعين وما يحسب ان وراه دين. فهمت قصدك. قصدك ان هالذال مرتاح البال هنا. سلام الذكاك طال عمرك. يا بروق، الجسر الممدود الكل يمشي عليه، هذه عادات الناس، انا ما اقدر اقطعها ولا اكون سبب بهدمها. دخيلي من واجب اني احميه واخله يشعر بالامان. يا ماجد، انت تكسب ود الدخيل وتخسر خليفه وعربانه. انا ظنيت ان هلتش قدروا موقفي ما يشهروا بي بين العربان. تريدوا حرمة دخيلكم؟ ايه يا صايل، هذا شيء بعيد على ماجد، لا يفرح بيه يا صايل. يبا انا عارف وش بدك تقول، لكن انا وانت تفاهمنا عليه. يا صايل، الامر هذا ماجد ما فرضه من عنده، هذا له سواتي بين الناس. لا يا عزام، ماجد مو شايف حدا بعينه، يفكر كل الناس رعيان عنده. لا لا، انت غلطان يا صايل. وش هذا الجواب يا صايل؟ هذا اللي عندي وهذا اللي اقوله. والراي يا ابو صايل؟ عطولة الروح كل شيء يصير. امر مثل هذا ما له طولة تروح يا طويل العمر. ما يصير انه بيت هذال يظل بعربكم وهذال دخيل عند ماجد. ماجد كان غني عن الأمر هذا، ليه قبل الدخيل؟ وليه ما رحله بعد ما عرف أنه السبب موت ولدي منسي؟ لا لا، جت منك يا أبو صايل، أنت ما تقبلها يا رجل. أقبلها يا عزام، أقبلها. لو واحد انذبح من عرب ماجد واللي ذبحه دخل علي، ما أقبل دخالته. ما ظن يا أبو صايل. أنا من رأيي ماجد يرفع إيده عن حماية الدخيل، وأريدكم تبلغوه رأيي. هذا هو رأيك؟ وما غيره راي. وبيت الدخيل ولدي صايل متمنى على الامر هذا، وانا ما اريد ازعل ولدي، لانه انزعل يجيب لنا مشاكل احنا بعيدين عنها. حرمه ماجد وينها؟ اسبقتكم البيتها. يلا يا شلاش. علامك يا بروك. ما علمني شيء. لا يا بروك، بي شيء. اسمعيني زين يا بنت الناس. يا بروك، اسمعيني بعقلك الموزون وقلبك الكبير. يا بروك، اسمعيني وقدري الظرف. يا ماجد، العقل مني راح والقلب انكوى، شلون تطلب مني اسمعك بيهن؟ شلون؟ شلون يا ماجد وانا عارف وش اللي ودك تقوله؟ يشهد الله يا بروك اني زعلت على اخوك منسي، تقولي اخوي واكثر. المصاب كبير يا بنت الناس، والجرح بالقلب. شلون يا بروك وهو اخوك وخال بنتي النوف؟ ما زال انك زعلان على اخوي، ليه ضبيت ذباحه ببيتك؟ ببيتي، ببيت اللي خالها منسي. يا بروك، الجرح بالكف، ضميته يالم وانفتحته ينزف. هذا دخيل
وحمايته واجب مثل حرمة البيت، ما تقبل الشور بيها. زبدة الهرج يا ماجد، ايش اللي ودك اياه مني؟ كان تعزيني وتقدريني، تعزي هالذال طول ما هو دخيلي. شلون تطلب مني اعز اللي دم اخوي برقبته؟ شلون يا ماجد؟ مبروك، انا اقدر شعورك وادري انها شغله صعيبه عليك، لكن اترجاك قدري ظروفي. ما ادري وش اقول لك يا ماجد، ما ادري وش اقول لك. تقولي مثل ما ودك يا ماجد. علامك يوبا، بي شيء؟ أفكر براعي المعروف اللي بتكرم علينا، ومن حينها ما شفنا له زوج. عز الله إنه يستاهل ينشغل الفكر بيه. من قال بسنة اختفى بيها الكرم؟ يجينا رجال من غير ما نعرفه ولا يعرفنا ويتكرم علينا بشويهات. والحمد لله حنا هالحين بخير يا الهنوف، لولا عطاه وش حالنا يا بنتي؟ الله سبحانه وتعالى يوبا رايد لنا نعيش من خيره، وارسل لنا هذا الرجال راعي المعروف. اطلب من الله سبحانه وتعالى يمد بعمري لجل اشوف هالرجل واسد له الجميل. ان شاء الله يوبا، ان شاء الله. هيج لعاد خليف ردكم مثل ما رحتم عودتم. يا طويل العمر، خليف ما يمون، الأمر كله بيد ولده صايل، هو الطايل والماين. أول مرة أسمع إن الولد يكبر على أبوه بأمور مثل هذه. يا حيف، يا حيف والله. عز الله يا طويل العمر هذا اللي صار. زين، عزام، جهز حالك تروح معي. وأنت يا شلاش، جهز لي فروسي. بالحال يا طويل العمر. دير بالك على الدخيل يا مرعي. حاضر يا اخوي. يا بروق. خير؟ طعيني عباتي. وين عباب الله؟ مالي نية، مشوار وعاود، راد الله. علامة هذه الحرمة؟ الله من جهز البلاء، اتركوا سبيلي، أنا مالي ذنب. يا حرمة، يا حرمة علامة، حبيت العرب بصوتك. توكلي على الله ولا تخافي، توكلي على الله وما يكون لك فكر، الحين يجوا هلك وياخذوك. هلي؟ هلي بعيدين، وش أدريهم بحالي والظالم اللي أنا بيه؟ يا بنت الناس، يا بنت الناس ما أقدر أخليك تروحي هيك على وجهك، أخاف يصير لي شيء بالطريق وأروح أنا بسواد الوجه. زين، أنا ودي أعرف وش علوم جوزي هذال. هذال عند الشيخ ماجد، وأنت تعرفي مصيره وش هو. الزول زول ماجد، عز الله إنه ماجد. لأنه نشوي وغيب رجال. معقولة؟ معقولة أشوف قتال أخوي بعيوني وأسكت عنه؟ معقولة يا ماجد؟
صحيح الكلام اللي قلته، لكن الدم ما يصير مية. تفضل طال عمرك. ايه ما تشرب رجالك يا رفيق. اشربه بعد ما تبشرني باللي جيت بيه. وش هو اللي جيت بيه؟ انا اهرج مع ابوك يا صايل، ماني موجه الجواب لك. ليه؟ حكي مو هو معجبك؟ بحضور ابوك ما يعجبني ولا اسمع له. انا جيت لابوك وما جيت لك. اسكت يا ولد. وش اللي تريده يا نسيبي؟ يا ابو صايل، انت من اللي ينعتب عليهم ومن هل العرف والعاده، وان لزمت انت فكاك نشب، ولهالسبب انا ناسبتك. اريد انشدك يا ابو صايل، وش رايك بحرمة محجوزة بعربكم بلي ذنب؟ الحرمة اللي تقول عنها ما هي محجوزة، لكن حنا ما نقدر نخلها تروح هيك ويصير لها شيء ونروح احنا بسواد الوجه. وش رايك يا ابو صايل باللي يريحك؟ انا جيت لاجل اخذها معي. وش قلت يا ماجد؟ يعني افهم من كلامك ان الدخيل مبطي يمكم؟ وش قلت يا ابو صايل؟ على ويش؟ علامك يا ابو صايل، وش بلاك؟ انا ما خبرتك تهاب رايك يا ماجد. الله معطولة الروح. وش اللي اسمعه يا ابو صايل؟ انا قدامي فنجال، اشربه ولا ما اشربه؟ اشربه اشربه. بارك الله بيك، قدها يا ابو صايل. عزام عندك؟ نشرب قهوتنا وتروح البيت هذال، تعلمهم يجهزوا حالهم للرحيل. لعبت لعبتك يا ماجد. صايل، اعرف مع من تهرج. هددني بيتي يا ماجد؟ انت اللي تهدد بحالك. استحي على دمك، خذ على راسها زين لك. وين ما خذيت على راسها؟ غبارها يجي على راسك. شفت؟ شفت يبا؟ سمعت نسيبك وش يقول؟ توكل على الله، كل شيء معطول الروح زين.
ذمر أنا مصبر عليه أبد أبد. أعيش أنا وقتال أخوي بعرب وحده وبيت واحد؟ لا لا ما يصير. يعجبك اللي صار يبا؟ وانت يعني ما عجبك اللي تسولف به الناس؟ يقولون إن خليف ما له لا راي ولا شور، كل الراي والشور لولده صايل. وشو شوري وشو رايي اللي ما منت على شيء آير؟ حرمة هذال كانت على ظهورنا هم وزال عنا. زين اللي تخلصنا منها او ظلك عندنا وصار لها شيء نروح عنا بسواد الوجه. وبنفس الوقت طيبتم خاطر نسيبكم ماجد. صدقت يا مصايب. لله يبا ماجد ما يعتبرها طيابة خاطر له. اي ما يعتبرها طيابة خاطر له. ماجد معتبرها له فرسه ومرجله. اي وبعدين اقول لك ويكون بعلمك يبا، ماجد ما جهان غير انه مقرر ياخذ بيت هذال بدون ما يستشيرنا. لا يا صايل، لا يا ولدي. تسلم يا شيخ ماجد، تسلم يا راعي الطولة. عساك دوم منصل صاحب الحاجة. الله يقدرني ويقدر كل من يستاهل على فعل الطيبة ودروبها. هذال مسرور بعودة حرمته هلو، واللي يشوفه بهالحال يقول ما هو لا مهموم ولا مضيوم، مأمن حاله معتمد على ماجد. Thank you.
تدري يا هذال، لولا انه ماجد قد حاله ومحسوب له حساب كان ما راح انه من عرب خليف، وحنا مدميين لهم. مثل ما قلتي صحيح، ماجد شيخ ما له مثيل بين الشيوخ، الرجل كساب وهاب، زبن الدخيل اللي انصاه. اقول يا هذال، انا ما شفت حرمة الشيخ ماجد. العالم الله يا شفق، المثل قال اللي مالك بيه لا تبلش بيه. صدقت يا هذال، صدقت. عمرك غريب يا بروق، شوفك تحركي على غير خاطر. خوف العيشة كلها تصير على غير خاطر. وش قصدك من جوابك اللي قلتي؟ ظنيت انك فهمتها وعرفت وش هي سبابها يا ماجد. المثل قال يا بروق، البل على حاجتها صبارة. لزوم تقدري مشاعري، تشعري معي زين. هذال دخيلي، وانت تعرفي انه الدخيل له حمايته. انت بس تهدي بعصابي يا ماجد، دم اخوي عند دخيلك. هداك الله يا بروق، من غير ما تثوري. انا عارف انه دخيلي كان السبب بموت اخوك، لكن على ما سمعت منه انه بري. كذاب، لا تصدقه. بروق، وش اللي اسمعه؟ اول مره واخر مره اسمع منك هيك جواب. ماجد، دخيلك يهمك اكثر مني؟ انت شيء والدخيل شيء ثاني، حياته من حياتي طول ما هو ببيتي. زين زين يا ماجد. وش هو شورها؟ وش هو رايها يبا؟ اللي ماجد له راضي يسلم الدخيل ولا هو راضي يطرده؟ يعني ماجد بخاطره ينجي الدخيل من التهمه، لكن هذه بعيده عليه وعلى دخيله ما دام امك شافت بعينها. اي بالله اشهد شهاده عند رب العباد اني ما شفت غيري ولدي والرجال لحالهم عند الغدير، وشفتهم يتعاركوا. الحين ما وقع منسي. يبا امر مثل هذا ما هو بحاجه نروح تقاضي. انا اقول هذا اللزوم ينذبح.